رحب بحضراتكم مشاهدينا الكرام. موعد أسبوع بيتجدد مع حضراتكم دايما، بنناول فيه موضوع من الموضوعات المهمة جدا، وضيف بيكون يعني قامة وقيمة كبيرة. الحقيقة ضيفنا النهاردة مختلف بعض الشيء، مش بنتحدث عن الموضوعات السياسية بشكل مباشر أو حتى بعض المشروعات القومية الكبرى أو حتى إنجازات على المستوى التاريخي أو حتى على المستوى المعاصر، لكن بنتكلم على إنجاز على المستوى الأدب المرة دي. هو حاصل على جائزة الدولة التشجيعية في عامها السنة دي فعلا عن ديوان مسجد على القمر. في الحقيقة طبعا ديوان محترم جدا، لما تقراه هو بيتحدث في مضمون وطبعا عن الأفكار اللي احنا بنعاني منها هذه الأيام، وإزاي يعني هو تناولها من طريقة فكر أدبي، وإزاي ممكن يأثر في المجتمع بشكل كبير جدا. ضيفنا النهاردة الأستاذ حاتم الأطير، هو شاعر مصري حاصل على جائزة الدولة التشجيعية في عام 2020. مشرفنا أستاذ حاتم، أهلا وسهلا بيك، كل التوفيق لحضرتك. وطبعا مشرفنا النهاردة، وأكيد لازم الأدب ليه دور كبير جدا، هو القوة الناعمة زي ما بنقول دايما، إن الأدب هو القوة الناعمة اللي بتأثر في الشعوب فكريا، وبتكون الأيديولوجيات الخاصة بهم سواء على المستوى الفكري على المستوى الثقافي. في الحقيقة طبعا الديوان لما طلعنا عليه، لا حاجة محترمة جدا وفيها فكرة مختلفة، يمكن فكرة انت نسكتها على طريق الأدب. خلينا نتكلم بس انه عرفنا حضرتك بشكل يمكن سريع. حضرتك من مواليد كفر الشيخ، بتعمل باحث في التاريخ الإسلامي، حاصل على جائزة شخصية مصر عام 2014 من وزارة الشباب والرياضة والمجلس الأعلى للثقافة، حاصل على جائزة المركزية في عام 2015 من وزارة الثقافة، حاصل على جائزة الشعر العربي بباريس عام 2016 من المكتب الثقافي المصري ومركز إدارة الأبحاث بباريس، ويعد ديوان مسجد على القمر هو أول ديوان مطبوع لحضرتك. صحيح. طبعا يعني تاريخ محترم جدا على المستوى يعني على عمر حضرتك، أعتقد ده إنجاز كبير إن شاء الله. نتمنى لك التوفيق إن شاء الله في الفترة القادمة. أشكرك. خلينا نخرج لفاصل قصير، نشوف بعض التقرير ونعود لحضرتك مرة ثانية. إنتبه مشترك. بتصفح خلال هذا العرض مع حضراتكم، بتصفح طبعا في هذا الديوان الشعري، هو اول ديوان مطبوع للاستاذ حاتم. في الحقيقه في بعض الموضوعات الشيقه جدا تحاول انك تتعرف عليها وتقراها بشكل جديد. استاذ حاتم، تعريف بقى نفسك، يعني احنا عرفناك على المستوى اللي احنا نعرفه، بقى انت بتعرف نفسك، شايف نفسك ازاي، في وصلت لاي مدى في الادب العربي بقى ككل وانت بتكتب باللغه العربيه الفصحى؟ يعني الانسان بشكل عام عندما يتحدث عن نفسه بتكون في مناطق حرجة. يعني أنا دائما لا أنظر للوراء، يعني ما أنظرش ورائي كثيرا وأظن أن أنا فعلت شيء وأركن إلى هذا الإحساس، إنما دائما أنظر أمامي لما أنتظره. صحيح. ولما أطمح فيه. فلذلك يمكن عندما مثلا أتحدث عن نفسي لا أتحدث عما سبق. صحيح. أتحدث عما أنتويه، عما فعلته. التقرير ذكر بعض الأشياء اللي احنا خضناها خلال السنوات اللي فاتت، لكن طموحي أبدا لا يتوقف، مش على مستوى الشخصي قد ما هو على المستوى الأدبي والإبداعي والفني، كمصري أولا وكإنسان ثانيا وأخيرا. يعني بكل بساطة ألخص نفسي أنا في شطر من الشعر وليس بيتا حتى، قلت عشت شعري وارتجلت حياتي. يعني لم أخطط لحياتي تخطيطي لشعري. صحيح. ولم أحسب لحياتي حسابي للقصيدة وللأدب وللشأن العام على مستوى الأفكار المحيطة بنا في المنطقة والمحيطة في العالم، على مستوى التاريخ حتى كدراسة، درست التاريخ اختيارا، يعني اخترت أن أدرس التاريخ
وكان من الطبيعي ان مثلا ادرس لغه عربيه لان انا شاعر عربي واهتم بالقصيده العربيه الى اخره، لكن درست التاريخ للالمام بالوعي بما سبق. هذا الهاجس بما يدور في العالم والانسان وبدوري ككاتب هو ملخص حياتي بشكل عام يعني. فانا زي ما التقرير ذكر منذ سن 6 سنوات وبدا يتفتح عندي فكره الكتابه، وحتى هذا السن وانا امارس هذه الكتابه أطورها يوم بعد يوم بعد يوم، أقرأ بشكل واسع في كل المجالات وأمارس أيضا الحياة العادية. يعني ده مش معناه أن أنا منفصل عن الحياة العادية، أنا في الشارع يعني الشارع الإنساني أنا متواجد فيه ومتواجد فيه بقوة، لست منعزلا على الإطلاق ولست شخصا انطوائيا تماما. فقط قليل من العزلة قد يحتاج أي مبدع أو أي كاتب ليكتب، لكن لا أحب أن أكون ابن المكتبات، أن تكون أفكاري المكتبة حبيسة نعم حبيسة المكتبة، تلقيت معلوماتي عن الحياة أو خبرتي عن الحياة من خلال المكتبة وبعدين أكتبها ولا حضرتك، لا أحب خبرتي تكون من الحياة أولا ومن المكتبة ثانيا، والجامع بينهما يكون أفضل. تمام. طيب عايز أسأل حضرتك بقى على فكرة أكيد جائزة الدولة التشجيعية في مجال الأدب، دي يمكن حلم أي واحد كاتب أو أي شاعر أن ينظر للجائزة الدولة التشجيعية على مستوى أنه هل في يوم في الأيام ياخد جائزة الدولة التشجيعية. صحيح. الناس دي حصل عليها كبار المؤلفين وكبار الشعراء في يوم الأيام أن أنت تحصل عليها، شعورك بقى هل أنت كنت تتوقع أن تحصل على الجائزة؟ هل أنت كنت تتخيل أن أنت هتكون في يوم من الأيام تحصل على جائزة الدولة التشجيعية؟ لا أكون صادقا معك أن أنا يعني هحصل على جائزة الدولة التشجيعية أو أي أو جائزة بقيمة هذه الجائزة أو جائزة أكبر. التوقع عند الشاعر ما بيكونش توقع، او عندنا اتكلم على النفس مستوى شخصي، هو مش توقع قد ما هو قرار. يعني انا اقرر مثلا من صغري ان انا طالما هحترف هذا المجال الابداعي فعليا ان انا اخوض كل الخطوات الجاده اللي تكون نتيجتها في النهايه التكريم والاحتفاء بالتجربه. قد يكون هذا التكريم من خلال جائزه وجائزه مهمه، قد يكون هذا التكريم من خلال مقروئيه واسعه ومحترمة، أو قد يكون هذا التكريم يأتي بعد موتك. ففي النهاية لابد أن تجد كلماتي مكانها المناسب في المكتبة الإنسانية الشعرية. ده أنا ما بعتبروش طموح أو حلم قد ما أقدر أعتبره قرار نفسي وانفعالي، ويتبعه طبعا مجهود عظيم جدا. صحيح. لكن أيضا تفاجأت بل انبهرت بالمفاجأة عندما استمعت لخبر حصولي على جائزة الدولة التشجيعية عن هذا الديوان. الترشيح جه منين بقى أستاذ حاتم؟ مين اللي رشحك لهذا؟ لا هو الترشيح جه من أصدقائي يعني الذين وثقوا في كتابتي فقالوا لي عليك أن تقدم لنيل هذه الجائزة. خلاص؟ فتقدمت بها وكانت مغامرة كبيرة أن تتقدم لهذه الجائزة ترشح كتابك ليها الكتاب الأول. من هنا كان الانبهار اللي أنا بتكلم حضرتك فيه. ان انا فوجئت بهذا الخبر لانه الكتاب الاول هذا اول عمل لي، اول اصدار تصدره. فمغامره كبيره اصلا ان تذهب به الى اللجنه وتعرضه ويتبت في امر شاعريتي، دي كانت مغامره كبيره. فان يحصد على الجائزه فكان طبعا شيء جميل جدا. لكن مش بس فكره انه الكتاب الاول هو اللي كانت مفاجاه صار، يمكن كمان موضوع الكتاب حتى من عتبه الكتاب خالص من عنوانه مسجد على القمر، عنوان مفاجئ ومغامر وقد يحدث إشكاليات عند اللجنة، يعني قد يحسب على محمل خاطئ، قد يفهم ما تبقاش فاهم حتى كمان الغلاف، رسمة الغلاف كمان مختلفة. صحيح. يعني إيه؟ يعني الرسمة كمان نفسها إيه؟ أنت ما أنتش عارف هو بيعبر عن إيه، يعني هل هو شخص متأمل أو يعني إحدى السيدات متأملة في الموضوع. صحيح. يعني بيعبر عن فكر اللي قراه كده يبقى متردد هو بيتكلم في إيه، يعني هو هيتكلم يعني بيتغزل فيها، هل هو هيتغزل في جمال، يعني تبقاش عارف الموضوع واصل لفين. لما تقرا بقى تلاقي الموضوع مختلف خالص، غير صحيح غير اللي غير اللي جوه فكره النظره بالظبط. على حتى كمان العنوان على الغلاف مسجد على القمر، ونلاقي في ظهر الكتاب سلام على نخوه في المساكين تسري على قفل زنزانه الى اخره، والصليب المدجج دي كان من قصيده ماري جرجس القديس ماري جرجس. فحصل عند بعض الاصدقاء لبس يعني العنوان مسجد على القمر وفي انت مزجت ما بين حاله شعريه مختلفه يعني. فعمل نوع من الاثاره. والاثاره دي احيانا زي ما بتكون ليك احيانا بتحسب عليك. صحيح. يعني اذا كان غامر الكاتب بموضوعه او غامر بطموحه الشعري او بما يتبناه من افكار، فهل
توجد لجنه ايضا تتقبل نفس فكرك. وانا ملزم يعني انت حر في افكارك، لكن انا مش ملزم يعني افهم نفس الافكار بتاعتك. بالضبط. كان خوفك بقى من النقطه دي؟ كان خوفي منه تحديدا في هذا التوقيت، لان احنا في توقيت في نوع من العصف الذهني للافكار، والافكار مضطربه جدا، وكل يعني يغني على ليلى. لذلك انا سعيد صدقني يعني مصر، قلتها يعني في تصريح لاحد الصحف عقب الجائزه مباشره، قلت مصر تصر ان تثبت عظمتها في الحياد الفني. هذا بلد عظيم جدا، بلد يتكئ على تراث كبير ومجهود اجيال متعاقبه، نحن الورثه الشرعيون ان شاء الله لهذه المجهودات. فعندنا لجنه الان تستطيع ان بمنتهى الحياد الفني ان تقدم هذا النموذج من الشعر للعالم وللأمة بتبنيها لهذا المشروع وتكريمها له من خلال الجائزة. طيب، شايف انت الحالة الشعرية في مصر والعالم العربي عاملة ازاي؟ يمكن كان زمان كبار الشعراء احنا عارفين اساميهم، يعني تلاقي الناس اللي بتكتب انت عارفهم بالاسم، لكن في الايام دي انت صعب ان انت تبقى عارف برضو الاسماء شوية، الاسماء ما عادتش زي الاسماء الرنانة. ايه النتيجة اللي حصلت دي؟ النتيجة لايه؟ شايف تقييمك للوضع، الحالة الثقافية في العالم العربي ككل ايه؟ ما هو احنا هنا بنتكلم على الشعر كفن بقى. يعني هذا السؤال سؤال محترم جدا ومهم، هو له علاقة بفكرة الشعر كفن. لم يعد فن جماهيري، يعني الشعر فن من الفنون وغاية من غايات الإنسان وحاجة من حاجات الإنسان، كحاجته في الأكل وفي الشراب وفي الملبس وفي المادة وفي السكن، أيضا للإنسان حاجة فنية. مش كل احتياجات الإنسان احتياجات مادية، يحتاج الإنسان للدين والدين ليس شيئا ماديا، يحتاج للصلاة والصلاة ليست شيئا ماديا، يحتاج للأغنية. هو غذاء للروح، يعني انت تقدرش تنكر غذاء للروح، ما تقدرش يعني. هذا هو الباب الملكي لفهم الشعر، أنه مطلب روحي وليس مطلب مادي. عندما يسأل أحد ما جدوى الشعر، يعني طب هنستفاد إيه، ليه بنكتبه؟ طب لا، ده حاجة معنوية. أقول له في مشكلة عندك في المطالب الروحية، عليك ان تتخلص ولو قليلا من اسمال الحياه الماديه. ده مطلب روحي. ليه الانسان بيشاهد سينما وهو لا يعمل في مجال السينما ولا يعني لا يحصل مالا منها، لكن يستمتع بهذا الفن؟ ترفيه. صحيح. ليه الانسان مش ترفيه فقط، لكن هي حاجه روحيه، احتياج من ده دور الفن بشكل عام. الشعر ايضا كذلك. لذلك كان الشعر فن جماهيري، لان الجماهير عندها مطالب روحيه. عندما طغت الماده على الانسان في عصوره المتلاحقة، طغت المادة على الإنسان، طغى صوت المادة على الإنسان بتعاقب الحضارات إلى آخره، وفي عصر السرعة وعصر الرأسمالية وعصر يعني الحياة اللي احنا بنسميها بالمفهوم الشعب التيكاوي، صار المتطلبات الروحية صوتها انخفض كثيرا. من هنا بدأ الشعر يكون فن نخبوي. لذلك ممكن حضرتك ما تبقاش متابع لمين الشعراء دلوقتي. نرجع بقى للسؤال، من أسماء الشعراء؟ ليه مش بارزين؟ ليه مش ظاهرين؟ لأن الفن، الشعر تحديدا كنوع من أنواع الفن، هو فن له خصوصية. أنا أسميه سلطان الفنون، وممكن ده عشان أنا شاعر. لكن هو سلطان الفنون. لا، ده صحيح. صحيح، لأنه أول الفنون وتمارس فيه كل الفنون. يعني لو رجعنا بالعصر، يعني العصر، مش العصر البعيد، العصر الحديث، بنتكلم مثلا على كانوا الخلفاء بيقدروا جدا الشاعر، وكل واحد ليه محب من أحد الشعراء. صحيح. وبيكتب له وبيمدحه وبيهجوه بعض الأحيان، ويعني كان وأسماء معروفة جدا يعني. ما من إنسان مهم ذكر لنا التاريخ بأي نوع من الأهمية، سواء الأهمية التاريخية أو السياسية أو الاقتصادية أو الدينية أو الأخلاقية أو العلمية، إلا وكان له اهتمام كبير بهذا الفن. صح. على سبيل المثال، أنا كنت مندهش، هعود تاني للسؤال، لكن أذكر النقطة دي ما دمنا تطرقنا لهذه المنطقة. كنت أندهش جدا وأنا بقرأ آخر تفاصيل عن الراحل صدام حسين بعد ما مات، فاكتشفت معلومة غريبة جدا. في محبسه الأخير، خلاص ده راجل سقطت دولته وسقطت هيبته إلى آخره، وصار يعني ذليلا عزنا الله جميعا. فماذا يتبقى في محبسه قبل يعني في آخر أيامه بعد سقوط إمبراطوريته ودولته؟ ماذا يتبقى في محبسه؟ القرآن، طبيعي ده معتقده فلازم يقرأه، وديوان عنترة بن شداد. هنا استوقفني لماذا هذا الرجل يعني نفسيا لماذا يستعين بديوان عنترة بن شداد، أو الشعر، لماذا يستعين بالشعر في آخر أيامه في محبس؟ هنا مطلب روحي. وعنترة طبعا شهير بفكرة العزة والكرامة والبسالة والتضحية، فده كان غذاء روحي له
يغذيه، ده المطلب الروحي، دي حاجة الإنسان الروحي. وأنا أتحدث عن زعيم كبير عاش من الأبهة وعاش من القوة والسلطان، ما عاش ده حاصل على كل المستويات. ما من إنسان مهم في التاريخ إلا وكان له اهتمام بهذا الفن. صح. وعلى رأسهم طبعا الأنبياء جميعا. هتلر أيضا كان له. صحيح. طيب عايز أسأل حضرتك بقى، ديوان مسجد على القمر يعني بالتحديد، بس انا كنت عايز، انا اعتذر، كنت عايز عشان قبل ما نغلق هذه النقطه، لماذا صار الشعر فن نخبوي؟ اتفقنا، هل دي مشكله الشعراء يعني مش دي مشكله الناس فقط؟ انت قلت ان هو بقى فن نخبوي لان طغت الماده على حياه الانسان، السرعه والسرعه. فهل هنسميها بقى جماهير وشعراء مثلا، هنستعير هذا التعبير، هل الجماهير فقط هي المسؤوله ان يصبح هذا الفن فن نخبوي؟ اكون ظالم جدا للجماهير. قصدك اللي بيقدم برضه مش بيقدم بالشكل الجيد؟ نعم، علي ان اكون صريحا وواضحا. الشعراء ايضا يتحملون جزء من المسؤوليه، ان صار هذا الفن فن نخبوي، ايضا الشعراء يتحملون من المسؤوليه، لان المفترض ان يكون في الشعر حس الزعامه، بمعنى انه ليس معلق على الاحداث، يعني ما يطلبه المستمعون، الناس عايزه كده فاعمل كده، الموجة ماشية كده فأنا هكتب كده. لا، على الشاعر أن يكون مبادر، هو برضو في تحريض الجماهير، طالما المادة دخلت في بعض الشيء فالدنيا برضو تحس أن هي ما بقتش زي الأول يعني. والدنيا لا، الشاعر الذي بالشكل المطلوب يعني. صديقي، الشاعر الذي يكتب الشعر ويمسك الورقة والقلم ليجني مالا، هذا أبعد ما يكون عن فهم الشعر. يعني أنا بكلمك حتى من منطلق شباب وناس عايشة في ظروف واقعية وبتبني حياتها، صحيح؟ صح. ان تمسك بالقلم لكي تجني المال، هذا ابعد ما يكون عن فهمك لهذا الفن. صح. ارجوك افعل اشياء اخرى ستجني لك مالا كثيرا. يستطيع المال ان ياتي، الشعر ان ياتي بالمال، وهذا يحدث، ويمكن ان تكون من اثرياء العالم وهذا يحدث، لكن مش ده غايه الشعر. خلاص. ده رد فعل طبيعي له، فما ينفعش يكون الشعراء بقى بيتخلوا عن ادوارهم او بينسحبوا من دورهم بحجه ان الشعر مش بيجيب فلوس. ما بيجيبش. يبقى انت اصلا مش شاعر وده مش دورك. الحاجة الثانية الانعزال، البرج العاجي، كتابة ما ليس واقعي ولا يمت للحياة بصلة، الانفصال اللي أنا كلمت حضرتك عنه في بيبعدك عن الواقع، فبالتالي مش أحب أسمع. أبناء مكتبات فقط يقرؤون المجلدات فقط ثم يعيدون صياغتها وكتابتها، فيتحدث مع الكتب لا يتحدث مع الناس. يعني ما أكثر بتتكلم بلغة مش خلاص يعني عاف عليها الظهر وما عادتش موجودة يعني. هذا هو بالضبط. أنت بتخاطب الكتاب بالضبط، تأخذ منه علومه وحياته ونفسيته ثم تعيد انتاجه وتخاطبه بالزبط. منفصلا تماما عن الواقع ومتغيرات العصر إذن كما انا احمل الحضارات الحديثه والماده التي طغت على الانسان جزء من مسؤوليه ان جعلت الشعر النخبوي، ايضا احمل الشعراء والادباء جزء من المسؤوليه. طيب عايزين بقى نشوف مسجد على القمر بقى، قول لنا كده يعني، نسمع شويه بقى، نشوف القائك بقى في هذا الديوان اللي لاقى طبعا اكيد استحسان كبار الشعراء وكبار الفنانين عشان حضرتك تستحق هذه الجائزه. طيب استعيره منك اقرا قصيده. طبعا. هقول قصيدة بقى منه، هي يعني تعتبر رأس حربة يعني في بالظبط، انت شايفها طبعا تقديرك الشخصي ان هو يعني هو يعني كل الانسان يحب كل ابنائه طبعا، كل ابنائي سواء، وقصائد ابنائي طبعا، لكن هذه القصيدة اعتبرها رأس حربة في تقديم مشروعي او فهمه تمام. فهم هذا الديوان تمام. القصيدة عنوانها ثلاثة الاصول، وطبعا انسحب أو احتكر الفهم الدين الإسلام العظيم لطائفة بعينها أو لمجموعة بعينها، خلاص، بزعم أنها تمتلك الحقيقة بالزبط. وأنها الفرقة الناجية من النار. وأنت تعرف هذا وتعرف ما ولدت هذه الأفكار من الكتب اللي يعني الكتب من الكتب بقى كتاب يحدد للإنسان، أنا مش عايز أذكره يعني، بس هو كتاب شهير المشاهد هيفهمه، كتاب يحدد للإنسان المسلم أهم ثلاث أشياء في عقيدته، الله الدين والنبي، يحدد له هذه المفاهيم. طبعا من هذا الباب يلج كل الأفكار الصحيحة الهدامة والبن. حاولت بالشعر إعادة هيكلة هذا المفهوم شعريا، طبعا أنا اهتمامي الأول بالشعر لأن أنا أكتب شعري مش مفكر ومش مقالي، فحاولت شعرانة هذه المسائل الثلاثة. فكانت القصيدة عنوانها ثلاثة الأصول، أقول فيها متفضل. الله عندي فسحة خلاقة، الله عندي فسحة خلاقة لا رأس ماليا، يجهز جنة مخمورة
للمسرفين نقودهم في جامع فخم مذهبة حوائطه ومصطف به جمع من الفقراء. لا شرطي قريتنا يراقب من يدخن من بعيد كي يزج بلحمه الطيني في نار مؤبدة. وليس الله طبعا إمبراطورية تحت السماء تطوعت ناس مسلحة لخدمة أمنها، لا ناظرا ومدير مدرسة ليطرد من جنينته العيال الفارحين بلعبة العقل، ولا اسمنا تشكل صدفة في قشرة البطيخ أو قلب الطماطم. والدين عندي كعكة محشوة باللوز ناولها الإله لعالم جوعانة أخلاقه، لا فخذ شاة للطويلة ذقنهم. فالورد أصلا مسلم، الورد أصلا مسلم، ولكم تصدق من شذاه لصحة الفقراء مثلي. والبيانو مسلم ما زال يأمر قلب مستمعيه بالمعروف. والقمر المسامر مسلم قد صام طول نهاره عن ضوئه وأحب للشمس الشقيقة ما أحب لنفسه. والشمس مسلمة تذوق ثالث الجيران صحن حنانها اليومي. والصاروخ زنديق يكذب آية العشاق. والنووية الشعواء هرطقة تمس قداسة العصفور. والغارات مشركة تسبح نارها الدم والجماجم. ومحمد عندي ختام منطقي لا حراما خارقا آتيه من كف مثقفة تهدم كعبة وتكفف الدم، لا من السيف الذي يتعقب الدم كي يشيد كعبة. وأحبه القصد الصريح يصافح المعنى ولا يلوي ذراع مراده. إن صح أن ذبابة في كوبه لم تلقى صدا من شهيته فذلك أنه رجل فقير ليس يملك من رفاهية الموائد ما يعوضه إذا استغنى وبوخ كوبه. وأكاد أقسم أن ثوريا يوارب بابه الليلية للقطة الشريدة همه الرأس التي تعلو لتلتقط المدى للرأس تعلوها العمائم. الله ينور عليك. جميلة بصراحة. لا فعلا يعني جرعة ثقافية أدبية كده بتعيدنا لزمان يعني. ما شاء الله ألقائك يعني أكتر من هايل بصراحة. أشكرك يا صديقي. موفق دائما إن شاء الله. أشكرك. طيب شايف برضو عايزين نتكلم على أن الشعر يعني هل يصح أن يكون الشعر مرآة للعصر يعني بيعكس الواقع؟ نحن يعني زي ما قلنا لو اتكلمنا على بعض العصور مثلا لقت يمكن زهوتها في الأدب العصر العباسي مثلا من أشهر العصور معروف أدبيا وثقافيا على سبيل المثال. هل احنا بنتكلم عن واقع بينعكس الآن؟ يعني هل ممكن يكون الشعر أو الأدب يعكس الواقع اللي احنا موجودين فيه ولا ده بعيد تماما في الواقع؟ لا برضو لكي لا أكون ظالما تماما يعني في محاولات جيدة جدا من جيلي، يعني أنا أستبشر خير جدا بجيلي من الشعراء الأصدقاء والكتاب في محاولة إعادة الريادة لمصر كإقليم شعري مهم في الوطن العربي، وفي حالة رواج عربية للاهتمام بهذا الفن عموما، سواء يعني أنا خرجت الآن من مصر للشأن العربي عموما في حالة رواج شعري من خلال طبعا ده ما يشجع الشباب يعني على 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 ممارسة الفن هذا، حتى خلال مسابقات كبيرة وضخمة وآلات إعلامية كبيرة جدا ودور نشر وإلى آخره. وفي كتابات صحيح لا علاقة بالإنسان وباللحظة الراهنة، لا علاقة بالخبز وبالدم وبالحرية وبالآمال وبالطموح والجروح والحب وكل شيء، لكن بس ينقصنا فقط إعادة هيكلة فهم اللغة العربية من كونها لغة تراثية لتحويلها للغة معاصرة. هذه لغة ذكية جدا اللغة العربية، لأن بتكلم عن شعراء اللغة العربية طبعا، يكلمك عن الواقع ويعكس حالة الواقع الآن، لكن أنت لا تشعر هذا ولا تفهم هذا خلاص، لأن في انفصال عاطفي ما بين حرارة اللغة التراثية وحرارة اللغة الواقعية. نحن بحاجة إلى إعادة هيكلة فهم هذه اللغة
هذه اللغة الذكية جدا بحيث أنها تستوعب اللحظة الراهنة وتتطور بألفاظ الحياة الجديدة ومستجدات الحياة ليكون بقى التعبير عن الواقع اللي حضرتك سألت عنه ده أكثر وضوحا وأكثر جدية. صحيح. طيب رسالتك بقى في الديوان كان فيها يعني ما بين السطور كده عن الإرهاب وعن يعني التطرف وغيرها من الرسائل، حاولت توصلها بطريقة مختصرة تصل للمحبين للأدب وإزاي يتعرفوا على هذه الرسالة. مش بس المحبين للأدب طبعا، طمحت يعني إنها تكون الإنسان كله، لكن لأنه فعل زي ما اتفقنا فن نخبوي فأكيد النخبة الأدبية والثقافية في استقبلته. هذا الكتاب يا صديقي كتب ليس الآن، أول قصيدة فيه كتبت في العام 2013 وآخر قصيدة كتبت 2016. احنا بنتكلم في الفترة ما بين 2013 و2016، وما أدراك في ما الفترة ما بين ذروة الجحيم يعني. صحيح، ما أدراك يعني. تحت هذه الأحداث والأفكار الغريبة والأفكار العجيبة اللي سمعناها وفقدان الهوية، احنا مش عارفين احنا مين. احنا في وقت من الأوقات كانت مصر يعني مجسدة في ناسها، بتختطف في ناسها يعني. غير انها بتختطف، مصر تبحث عن هويتها. كان سؤال عجيب، احنا مين؟ احنا مدنيين ولا احنا اسلاميين ولا احنا متخلفين ولا احنا متقدمين ولا احنا فراعنه ولا احنا عرب؟ مصر تبحث عن هويتها. دي كانت مشكله كبيره جدا عن ان مصر مجسده في ناسها، تسال بعد هذه المئات من السنين والاف السنين تسال عن هويتها. الى ان اعيد طبعا صياغه هذه الهويه تاني في 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 فيما يحدث الان. لكن تحت هذا الضغط كان يهمني اكتر فكره الافكار الاكثر تطرف. للأسف أن يختطف الدين في منطقة معينة هذا قد يسبب القتل، غير ما يختطف الأدب مش هيسبب قتل. يعني ما فيش شاعر متطرف في أفكاره الأدبية هيولد قتل، هذا لم يحدث كثيرا يعني. لكن القتل والعنف لما يكون بوعد بالجنة يكون أكثر تحفيزا على الفعل. صح. غير لما أعدك بمال أو أعدك بزواج، أنا بعدك بجنة. هنا كانت الخطورة. لذلك انت كان علي ان انتبه في هذا التوقيت لدوري بقى كشاعر في الواقع، ان اؤجل الان الكتابه في بعض المناحي واحاول اركز بقى في جزء مهم. يهم الشارع ويهم لازم نحسن المناخ العام يعني، ويهمني انا كمان على مستوى الانساني. ما هو انا هذا الدين الذي اعتقد فيه وانتمي اليه، هل هو فعلا دين متطرف وارهابي؟ اكيد لا. فاكتشفت ان احنا المشكله في يعني تجديد الخطاب الديني في الناس في بيتحدثوا في امور الدين نفسه، في فهم المفاهيم الصحيحه الدين على انه اغلاق للحياه. الدين الاسلامي بكل بساطه ووضوح منتهى الجمال، منتهى الشياكه، منتهى الاتيكيت، منتهى الحريه، منتهى الابداع، منتهى الفن. بدليل صح. العصر العباسي اللي حضرتك ذكرته من شويه هو ازهى عصور الفن والادب طبعا، وهو ازهى عصور الاسلام قوه في ايام وكانوا الشعراء يعني بيوزن القصيده ذهب يعني، بيوزن بعض الحاجات اللي بيوزنوها. انت عندك شاعر ماجن جدا اسمه ابو نواس طبعا. احتفت به اللغه العربيه حتى الان كأعد احد اعظم شعراء العربيه. الشاعر واعب حياته كلها للغزل في الخمر. ايوه. لماذا لم يقام عليه الحد ويقتل وهو في بغداد حاضره الدنيا في حينها وفي قوه الخلفاء الى اخره؟ لماذا لم يسب ولم يقتل؟ لماذا؟ انا الشاعر الان قد لا يتجرأ ان يخوض في مثل هذه الامور. طبعا لا ادعو الناس ان تكتب مثل ابو نواس، انا فقط استشهد بمنطقه الحريه المتسعه في هذا التوقيت وغير المنتبه إليها من دعاة إغلاق الحياة الآن. عندك شعر آخر أكثر في منطقة من دي لو اعتبرنا ابن نواس في الأخلاق، عندك في منطقة الأخطر المنطقة العقدية العقيدة نفسها شعر زي أبو العلاء المعري. هذا الرجل بشطحاته العقائدية ولم نسمع مرة إن هو اتهم إنه بازدراء الأديان ولا بازدراء الأديان ولا إنه ينضرب بالطوب. لا، ده كان مبجل وشيخ ومحترم جدا، لان كان خلاف الراي بالراي والصوت بالصوت والحجه بالحجه. فانا احدثك عن مساحه حريه انا ابن القرن الواحد والعشرين الان اتمناه من هؤلاء الذين يزعمون ان الدين اغلاق للحياه. فطبعا ده فهم خاطئ. من هنا صديقي كان ديوان مسجد على القمر ديواني يقول للناس الدين ايا كان اي دين، لان عندي قصيده كمان مهمه عن ماري جرجس هذا القديس الجميل جدا. اي دين، اديان كلها هي مناطق للجمال، مناطق للحب، مناطق للرحمة، مناطق للود، مناطق للحرية والتفكير وإشعال الذهن بالأفكار والتطور إلى آخره، وليس خالص الصورة النمطية اللي احنا بنشوفها دي. طيب عايزين برضو نتكلم عن فكرة الربط ما بين يعني الشعر والفن
وعلاقته كمان بإيصاله للخطاب الديني، ازاي ممكن نربط الاثنين ببعض وان يكون لغة سهلة بسيطة تصل للناس، مش مصطلحات بقى عقائدية ومصطلحات تبقى جامدة جدا على الناس البسطاء، ممكن رسالة الفن توصلها بسهولة جدا. صحيح، اللغة ذكية جدا، ومش شرط في اللغة العربية، ليست القوة انك تشعر في القوة اللغة، في القوة في اللغة العربية ان انا اكون معجم، يعني كلامي كله كلام معجم، لوغاريتمات مش مفهوم، هذه ليست القوة، بل منتهى القوة الوضوح والمباشرة، المباشرة العميقة البسيطة طبعا، كمان المفردات البسيطة، بساطة الايضاح، مش بساطة المعنى، معنى عميق جدا ومعنى شيق جدا لكنه واضح في معناه، هذه هي القوة. خليني نتفق ان كل الاداب الكبيرة او كل الاسماء الكبيرة كانت اصحاب مشاريع واضحة جدا للناس، مش ممكن انا اكلم الناس في اشياء مهمة وهم مش فاهمين انا بقول ايه، بدعوة ان دي قوة لغوية، ده ضعف لغوي، لان هذا الغموض بيداري خلفه مناطق نقص كبير في الموهبة وفي المعنى، احيانا يداري الشاعر او الاديب مناطق نقص في المعنى الذي يريده، مش عارف هو عايز يقول ايه او مرتبك فيه، فيداريه بنوع من الايهام اللغوي بمعنى ان دي قوه. الوضوح يا صديقي، حتى الكتب، اكثر الكتب التي شكلت مسيره الانسان على الارض سواء كتب دينيه او فلسفيه او كانت ادبيه، كان فيها شيء من الوضوح وشيء قوي من الوضوح. تراثنا العربي، ابو الطيب المتنبي، من كلامه الان يجري على الناس، على السنه الناس طبعاً، مجرى الامثال طبعاً، مصائب قوم عند قوم فوائده، تجري الرياح بما لا تشتهي السفن، امثال شعبيه. وهذا ابو الطيب المتنبي، احنا البعض او الكثير من النقاد يعتبرون انه اعظم شاعر عربي، في منتهى القوه بحدثك، وفي نفس الوقت بحدثك على منتهى الوضوح. ليه وتتفرج حتى في حالات النقد وغيرها زي جرير والفرزدق، يعني تتفرج حتى في هجائهم لبعضهم، يعني صحيح، حاجه محترقه، حاجه جميله، جميله يعني جدا. طبعا اللغه بتصل، يعني جمال المفردات اللغه وجمال ورشاقه المعاني ورشاقه الكلمات في اللغه العربيه بتصل دايما للمتلقي المهتم في كل الفنون. يعني انا مثلا ما احبش افلام يوسف شاهين، ممكن تستغربني، مش بعد طبعا غير بعض الفيلمين ثلاثة اللي هم مميزين زي الأرض مثلا، غير كده مشروعه السينمائي مثلا أنا أعترض عليه جدا، لأن أنت بتكلم عن فن سابع، دوره هو إمتاع الناس أولا وإيصال رسالة ثانية بكل وضوح، وكل واحد ليه جماهيره، يعني كل واحد ليه شكل معين، يعني انتقلنا خطوة من الرسالة السمعية أو المقروءة عن طريق الكلام للرسالة البصرية. صحيح، كمان عشان توضح الأمور أكثر. صحيح، فزادها تعقيدا، هذه فلسفة أنا لا أحبها مثلا. أتبنى بقى هذا الفكر في كل الفنون، في الادب وفي الروايه، يعني في الشعر وفي السينما وفي كل وفي الرسم والى اخره. ما احبش مثلا بعض وده يعني انا بعمله في الديوان الجديد، يعني هنقول احنا كلمه اخيره طبعا لحضرتك هنقولها، لان انت طبعا جيت في الجريده المحترمه جدا الخاصه بالادب، ويعني انك تذكر فيها ويتم الثناء على الديوان الخاص بك، اعتقد دي اضافه كبيره بالنسبه لك، يعني مذكور في الحقيقه بعض الكلمات المهمه جدا، حيثيات مهمه جدا، حيثيات الفوز وازاي انت فزت، لكن احنا قدامنا اقل من دقيقه فلازم ناخد الديوان الجديد اللي هي ثابت نفسها للرقص. عظيم، ايه بقى قول لنا الفكره؟ ثابت نفسها للرقص، طبعا انتقال لفكره الواقعيه المصريه، ده اللي حدثتك عنها بقى. يعني كنت اريد ان اكون ابن زمني بقى، ما احبش اتوقف عند منطقه كتير، يعني خلاص تجربه مسجد على القمر، دي تجربه خلصت انتهينا، ما احبش اقف عندها كتير. نجدد بقى، يعني انا شاعر مغامر، احب اغامر بموهبتي وافكاري في كل المناطق. في منطقه كان يخاف جدا، تقريبا زي منطقه محظوره، هي منطقه الشارع المصري في القصيده العربيه. خلاص كان عندي مشروع تمصير اللغه العربيه او تمصير القصيده العربيه، خلاص فرض الشخصيه المصريه بواقعيتها وبشارعها وبحياتها على القصيده العربيه. تقرا هذه القصيده فتفهم قبل ان تعرف من شاعرها ان هذه القصيده كتبت من مصر وقصيدة عربية صحيحة. هذه الواقعية اشتغلت عليها بقى في ثابت نفسها للرقص، حتى سميت العنوان ثابت نفسها للرقص، وكأن التجربة الشعرية واللغوية تحررت تماما. نلحق ناخد نص دقيقة قبل ما نختم نسمع حاجة منها بسرعة، النص هيبقى أطول. طب نحاول يعني نختصر بعض الشيء. ده فاصل ولا ختام؟ لا خلاص احنا الختام. الوقت جري سريعا يعني. لا يبقى أنا ممكن أقول بقى منها الحتة اللي شايفها مميزة أو اللي أنت بتلقى. صعب أقول القصيدة لأن القصيدة دي طويلة كتحتاج تتقال على بعضها. طيب. قصيدة نص برينكو باني. ممكن أقول من ثبت نفسها للرقص، عادية احتفاء بالعاديات، حبيبتي لأنها عادية، عادية وأكون غشاشا إذا استثنيتها
من قبضة الأنماط. لا تفهم الشعر المجاز متاهة تحبو بها ماذا عن الإسقاط. لم تقرأ التاريخ لم تصرخ به مرعوبة من كثرة الأغلاط. ما كشرت مثلي لأن سياسة حرقت دمي بخطابها المطاطي. ما استوعبت قصدي بأن السم يسكب كل يوم في حشا سقراطي. عادية من هؤلاء الحالمات بفارع في بذلة الضباط. الشاكيات إلى المنجم طالعا وإلى المرايا لدغة الملقاط. القاطفات العطرة من تسريحة مأهولة بسلالة الأمشاط. تبكي إذا منفرت آلم أذنها وتصب لعنتها على الأقراط. وتظنيت لو فستانها لاقى مكانا شاغرا في جدول الخياط. أقصى أمانيها زفاف صاخب وأثاث بيت صيغ في دموع. الله عليك. لا أنا بتوقع إن شاء الله يعني بإذن الله يكون خلال السنوات القادمة لك يعني مستقبل أشكر. بإذن الله كبير جدا جدا واعتبرنا من الآن بأحد القراء الخاصين بالفنك الجميل إن شاء الله بإذن الله نتابع وده محاولة إلقاء في الحين إن كل واحد اجتهد وكل واحد ليه مكان هو ليه دور واحنا لازم نلقي الضوء على كل واحد في الحقيقة لقى مجهود في أي مجال من المجالات لكن إن شاء الله ده مجال هيكون واعد وفعلا هو غذاء للروح وبإذن الله تعود أو يعود الأدب لسابق عهده وتربع الأدب المصري كما كان سابقا بإذن الله إن شاء الله. شرفتنا يا أستاذ حاتم شكرا جزيلا ليك وألف مبروك وإن شاء الله الجائزة الجاية كل التوفيق بإذن الله تكون بإذن الله مستحقها عن كفاءة بإذن الله وعن جدارة إن شاء الله. شكرا ليك أستاذ حاتم الأطير الشاعر الحاصل على جائزة الدولة التشجيعية شكرا جزيلا ليك. الحقيقة طبعا في حلقة مختلفة بنتكلم عن موضوع مختلف عن شكل من أشكال الفنون المهمة جدا وتعبير عن أحد الأصوات المصرية الخالصة إزاي بنرجع لسابق عهدنا متميزين في كل الفنون والشعر والديوان هو أحد الفنون المصرية القديمة. تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل وبإذن الله الأسبوع القادم في نفس الموعد يتجدد اللقاء بحضراتكم. إلى اللقاء.